كم أخ عندك؟ أخ واحد. أخ واحد، كيف علاقتك فيه؟ صاحبي أكتر من إنه أخويا، يعني يعني إحنا كنا بنلعب كورة وإحنا صغيرين مع بعض لحد ما بقى عندي يمكن 10 سنين أو 11 سنة، وبعدين اتعورت في ايدي فقال لي مش هتلعبي معانا تاني اجري مش هتلعبي معانا تاني. فالحمد لله انقذني لانه كنت بحب الكوره جدا يمكن اكتر من الغنى، فكانت هتبقى كارثه زماني راجل فعلا قاعد قدامي قاعده مع حمدين حمدين. ايوه بس احنا اصحاب قوي فعلا لحد دلوقتي الحمد لله. كان سند لإلك طول عمره سند، يعني بشتكي له وبيقف لي ولا طول عمره. هو شخصيته حلوه لانه هو طيار فشخصيته كده اتراكت. يعني النموذجين اللي بتوعى البنت عليهم ببيتها باباها اخوها، يعني هو اول نماذج بتبلش تكتشف العنصر الذكوري بالحياه وصولا الى الحب الاول. امتى كان الحب الاول بحياتك حسيت انه دق قلبي بالفعل وانا مغرمه؟ اول مره حبيت كنت في اولى ثانوي او تانية ثانوي مش فاكره، تالي تانية ثانوي، وكان حد بيدربنا تمثيل وكان أمور قوي، هو بيمثل بس مش معروف قوي بس بيمثل شاطر، فحبيته قوي وعينيه زرقاء كان شبه مصطفى قمر كده يا اخوان. فكان يعني هو أول حد حبيته، بس الموضوع يعني ما أخذ، كنت بشوفه يمكن كل سنة مرة مش كده يعني زوروني كل سنة مرة مرة في السنة يعني. حبيتي بينك وبين نفسك يعني؟ لا كنت بتكلم معاه في التليفون كتر خيري طبعا بس زي الولد يا عيني. فراح حب واحدة تانية كانت معايا في الجامعة بالصدفة، لقيتها حتى اسم حرف اسمه، فهو اسمه غريب يعني مش دايما بنلاقي الحرف ده. قلت لها ايه ده، انت صاحبك اسمه كذا ولا ايه؟ فقالت لي انت عرفتي منين؟ تعالي قولي. اكتشفت ان هو سابني عشان كنت مبسوطه لان البنت كانت حلوه قوي الصراحه. حقه يعني راضيه عن الموضوع يعني راضيه ما دام حلوه خلاص. انت حدا غيور بالحب بتغاري؟ ابدا. بقول لك انا مبسوطه عشان هي احلى مني. لا ده يمكن عشان ما حبيتيش كفايه، بس من بتحبي كتير تنغير كتير. ايوه لا بغير ممكن من انشغاله عني، من شغله انه واخده، من لكن مش بغير من واحده ست ابدا. مش هضحك عليك ابدا ما غيرتش في حياتي يعني، فاعتقد ان الصفه دي مش فيا خالص. واتغار عليكي كتير صح؟ مش ممكن. عانيتي من غيره الرجل؟ عديل الحركه. اتخنقت. لا بجد يعني مش ممكن. عانيت كتير من غيرة الرجل؟ لا مش ممكن. اللي هو ما اتحجب. طيب اتحجب بس ببقى مبسوطة يعني. بس انا عم حاول افهم بالزواج الاول ولا بالزواج الثاني ولا بأي، بالمطلق بشكل عام.